يا معشر المسلمين، وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لووت، أنصتوا وثابكم الله، واسمعوا أجاركم الله، وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا